الخير على حضراتكم، اهلا بكم في ما وراء الحدث. انا مروج ابراهيم. قبل ما نبدا اخبارنا مع حضراتكم احب انوه انه في فقرتنا الحواريه الرئيسيه اليوم هنناقش مع بعض ملف الادمان وتعاطي المخدرات في مصر، خاصه بعد ما تم الاعلان عن اجراء مسح قومي شامل هيتم تنفيذه على 30,000 اسره في كل محافظات الجمهوريه في نفس الوقت، وده طبعا لمعرفه نسب متعاطي المخدرات والكشف عن الاصابه بالامراض اللي بتنتج عن التعاطي زي فيروس سي والايدز، ده بالاضافه لمعرفه والمساعدة في التعرف على مدى ونسب انتشار المواد المؤثرة في الحالة النفسية وأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة من الأنواع المخدرة. هيكون معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم عسكر، هو مدير عام البرامج لمناقشة الملف ده باستفاضة. طيب خليني أروح معاكم لأخبارنا. الحقيقة أنه في 3.5 مليون راكب يوميا بيستخدموا مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، والحقيقة بتسير 1530 رحلة في اليوم. طبعا وسيلة مترو الأنفاق وسيلة مواصلات في منتهى الأهمية، خففت كتير من نسب الزحام المروري وساهمت في خفض ملوثات البيئة. الخط الأول تحديدا بيعاني من أعطال كثيرة جدا لأنه بقى له 31 سنة شغال ومحتاج لتطوير عاجل. الخبر الجميل أنه الفترة اللي جاية هيتم تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، وهو الأطول بين الخطوط الثلاثة، طوله حوالي 42 كيلو من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وبالتالي هو بيربط أقصى شمال العاصمة بأقصى جنوبها. خطوة في منتهى الأهمية من الحكومة، خصوصا مع بدء التشغيل التجريبي اللي تم يوم السبت اللي فات للمرحلة الرابعة من الخط الثالث واللي بيمتد من محطة هارون حتى محطة نادي الشمس في مصر الجديدة. معنا على التليفون الدكتور عمرو شعث، هو نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق. مساء الخير يا دكتور وأهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه خطوه مهمه جدا بينتظرها الكثير من المواطنين، خصوصا مع تكرار الاعطال اللي مفهوم ان هي نتيجه لانه هذا المرفق لم يشهد خطه تطوير شامله ومتكامله على مدار سنوات طويله. ايه نوع التطوير المنتظر يعني للخط الاول من المترو وهيبدا امتى يا فندم؟ والله احنا الخط الاول للمترو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كده بقاله 31 سنه شغال، وبالتالي كان مفروض في الفتره دي يتم عليه عمليات تحديث وتطوير كتيره جدا، لكن للاسف هي ما تمتش. فاحنا دلوقتي مضطرين ان احنا نشتغل فيه بكثافه علشان قبل ما يعني يتدهور حاله اكتر من الوضع الحالي. ايه شكل التطوير اللي احنا بندور عليه؟ يعني انا مش هقول لحضرتك ان احنا مثلا حاجه بسيطه ان احنا المتروهات بتاعه الخط الاول مش كلها مكيفه. احنا فقط 20 قطر من الخط هم اللي مكيفين. احنا شغالين حوالي في الخط دوت بحوالي 39 قطر، فانا لسه يعني عندي تقريبا 19 او 20 قطر تانيين، يعني نص العدد مش مكيف. طبعا يعني الجو دلوقتي في المنطقه وفي مصر بقى يعني صعب ان يبقى فيه قطار مش مكيف. بس انا عايز ادي مثال تاني عن بدا مش تكييف القطارات. انت عارفه حضرتك، متخيله لو انا بكره فرضا يعني فرض كده جالي كل قطارات الخط الاول مكيفه، مش هقدر امشيها على السكه لان الشبكه الكهربائيه المتقدمه ديت اللي بقى لها 31 سنه ما تستحملش كل القطارات تبقى ماشيه مكيفه. الشبكه الكهربائيه اللي بتغذي القطارات بالظبط. يعني بالظبط ده عشان نبسطها للساده المشاهدين، زي فكره التكييف. لما حضرتك يكون عداد الكهرباء عندك اللي هو الشبكه الكهربائيه ما تستحملش اجهزه تكييف كتيره في البيت، فبيحصل الانقطاع التيار الكهرباء. لازم يكون كله يقدر يستحمل يشغل القدره الكبيره بتاعت التكييف. هتحلوا المشكله دي ازاي يا دكتور؟ احنا هنغير الشبكه الكهربائيه بتاعت الخط الاول، هنطور نظام الاشارات في الخط الاول، هنطور كتير من المحطات لان المحطات برضو مبنيه بتصميمات قديمه. في محطات دلوقتي بقت ضيقه جدا على كثافه الركاب، يعني احنا بنشوف في محطات مثلا زي عزبه النخل بعد ما قفلنا محطه المرج علشان التطوير اللي بنعمله في الازدواج، وده برضو احد انواع تطوير الخط الاول، ان كان في عندنا حته مفرده فاحنا بنعملها دبل علشان نريح الركاب ونخلي زمن التقاطر قليل. فلما اضطرينا نقفل محطه المرج بقت محطه عزبه النخل عليها
كثافة عالية. الأرصفة كانت صغيرة جدا فبتسبب تزاحم كبير للركاب. فحتى المحطات عايزين نعمل تطوير فيها ونوسعها ونعمل فيها أدوار علوية عشان نوزع حركة الركاب ما يبقوش على دور واحد فقط. برنامج الخطة دي هيكون على كم سنة يا دكتور؟ التطوير دوت احنا مخططين له هياخد 66 شهر. فيعني ما يقرب من الست سنوات. وهتبداوا فيه امتى؟ احنا ابتدينا فيه يعني بصراحه يعني على استحياء يعني حاجات بسيطه جدا نتيجه موضوع التمويل. يعني احنا لسه بندبر في الاموال المطلوبه لتمويل الخطه ديت، لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان جبنا استشاري حضرتك عمل دراسه وهو اللي حدد ايه اللي مطلوب نطوره في الخط الاول، وحط لنا التكلفه المبدئيه. التكلفه المبدئيه اللي هو مقدرها 30 مليار جنيه. فده مبلغ كبير ضخم جدا. 30 مليار جنيه لتطوير الخطوط الثلاثه. لا الخط الاول الخط الاول بس. لا احنا الخط الثالث خط جديد ومش محتاجين نطوره. والخط الثاني اللي هو شبرا شبرا المنيب. الخط الثاني برضه محتاج تطوير، يمكن مش على نفس القدر من السوق بتاع الخط الاول، لكن محتاج تطوير. واحنا لسه يمكن كنا النهارده بندبر التمويل بقى بتاع الاستشاري اللي هيجي يدرس الخط الثاني عشان يقول لنا هو محتاج ايه بالظبط. زي ما عملنا في الخط الاول كده، جبنا استشاري قال لنا ايه اللي احنا محتاجينه، فاحنا النهارده ان شاء الله هنجيب استشاري للخط الثاني عشان يحدد نوعية الأعمال وتكلفتها المطلوبة لتطوير الخطة الثانية. السؤال اللي كل الناس هتكون عايزة أسأله يا دكتور، هل التمويل الخطة التطوير هتكون من خلال رفع التذاكر مرة أخرى ولا هي لن ترتفع مرة ثانية؟ لا أنا حتى لو عايز أطور من سعر التذكرة مش هعرف. لو قعدت 100 سنة أجيب ال 30 مليار جنيه دول من سعر التذكرة يعني هيبقى عملية صعبة جدا. فاحنا مش سعر التذكره ما بنفكرش خالص يبقى فيه التطوير دوت. سعر التذكره يا دوبك عايزينه يا ريت يعني يغطي مصاريف اليوميه التشغيل للتشغيل والصيانه. الصيانه الدوريه للقطارات والمحطات، لكن كتطوير وتحديث ما اقدرش ال 30 مليار جنيه دول اجيبهم من ثمن التذكره، ولا اقدر اجيب من ثمن التذكره سعر انشاء الخطوط من بدايتها. يعني خط زي الخط الثالث انا اخيرا دلوقتي ما اقدرش اجيبه واحمله على سعر التذكره. اخيرا دكتور عمرو، انتوا بداتوا التشغيل التجريبي يوم السبت اللي فات المرحله الرابعه من الخط الثالث، هيدخل الخدمه امتى؟ احنا اول ما التشغيل التجريبي دوت هينتهي او بنسميها احنا تجارب التشغيل تنتهي هنبقى مستعدين ان شاء الله للافتتاح الرسمي. احنا متوقعين ان التجارب ديت بتاخد حوالي شهرين. فاحنا متوقعين بنهايه السنه ان شاء الله على نهايه ديسمبر هنكون خلصنا التجارب، والمقاول هو اللي بيقول لنا انه خلاص خلص بشكل سليم وجاهز بشكل امن تماما لتشغيل الركاب. ساعتها هنبقى مستعدين ان شاء الله لاستقبال التشغيل للجمهور. بشكرك جزيلا دكتور عمرو شعث نائب وزير النقل والقائم باعمال رئيس الهيئه القوميه للانفاق، شكرا جزيلا لمعلومات حضرتك، ونتمنى انه التطوير يلحق بكل المرافق الخاصه بمترو الانفاق لانه عدد كبير جدا من المواطنين بيعتمدوا عليه اعتماد اساسي في نقلهم من اماكن سكنهم لاماكن عملهم، او الطلبه كمان بيعتمدوا عليه بشكل كبير، وبالتالي هو يعني وسيله مواصلات هامه ورئيسيه جدا في القاهره. طيب الحقيقه في خبر مهم جدا معانا لانه احنا دايما بنتكلم عن العمل الحزبي واهميه ان يكون العمل الحزبي مرتبط باحتياجات المواطنين. الحقيقه ان الحياه الحزبيه هي ليست فقط انتخابات وبرلمان، لكن الاهم هو التواصل مع رجل الشارع ومعرفه احتياجات المواطنين ومحاوله تلبيتها. يمكن هو ده النهج اللي قرر حزب مستقبل وطن التركيز عليه خلال الفتره الحاليه. اطلق بالامس معرض لبيع السلع الغذائيه والملابس للمواطنين في محافظه
القليوبية ولمدة 6 شهور. المبادرة دي بيقوم بيها الحزب ضمن توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن المواطن من خلال توفير السلع الأساسية والمنزلية والملابس بأسعار منخفضة في متناول يد الجميع. المعارض اللي زي دي يمكن كانت بتبدأها وزارة الداخلية، وزارة التموين وغيرها من المنظمات والجمعيات الأهلية طبعا استجابة لمبادرة سيادة الرئيس السيسي، لكن اليوم أصبح حزب مستقبل وطن في طليعة الأحزاب اللي بتنفذ وتستجيب للمبادرة دي وتقوم بالفعل بتقديم هذا النوع من الخدمات للبسطاء. دعم الحزب للعمل المجتمعي ما اقتصرش على الخطوة السابقة فقط، لكن كمان أطلق في نفس المحافظة، محافظة القليوبية، مبادرة عينك تهمنا. المبادرة دي هتهتم بزراعة قرنية العين لأهالي المحافظة بالمجان، وده ابتداء من يوم الغد ولحد نهاية الشهر الحالي. المبادرة دي هدفها هو القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، عمليات زراعة قرنية العين اللي بتضم مئات المرضى من مختلف الأعمار في محافظة القليوبية. معنا دلوقتي على التليفون سيادة النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب في محافظة القليوبية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ سيادة النائب عاطف، أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة النائب معانا يا فندم؟ طيب بنحاول نتصل بسيادة النائب لأنه الحقيقة خطوة مهمة جدا. لو تخيلوا لو كل حزب في مصر اهتم بأن هو يدفع بكوادره للعمل المجتمعي، مش لازم عمل معرض لتوفير سلع بأسعار مخفضة، ومش لازم أننا يكون العمل المجتمعي مبني على توفير الأموال، أو مش لازم يكون بالضرورة أن الحزب ده يكون لديه تمويل لمثلا عمل نوع من المعارض زي ما قلنا، أو حملات زي اللي اتكلمنا عليها الخاصة بزرع القرنية وغيره، لكن في عمل مجتمعي آخر وعمل تطوعي جيد جدا يقدر أن هو يسد فراغات موجودة لدينا في المجتمع ويريح كتير المواطنين ويسهل عليهم حياتهم، خصوصا في المحافظات البعيدة عن الخدمات في العاصمة. معانا رجع لنا تاني على التلفون سيادة النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن. مساء الخير يا فندم واهلا بيك. مساء النور يا فندم. الحقيقة مبادرة طيبة جدا بنشكركم عليها، والخاصة به سواء كان المعرض الخاص بتقديم منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، أو مسألة الحملة اللي هتستهدف زراعة القرنية، ويعني محاولة الإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بهذه العملية. منين جات لكم الفكرة، وهل الخطوة دي هتكون خطوة مستدامة ولا هي هتكون فقط مرحلية؟ لا إن شاء الله هي خطوة مستدامة، ويمكن الفكرة دي بتجينا في ظل الإصلاحات الاقتصادية والظروف المحيطة بالمجتمع. فبنشوف بعض الظروف الاقتصادية متأثرة يعني بالنسبة للمجتمع، فبدأنا نشتغل على هذه المعارض على جميع مراكز محافظة القليوبية وعلى مستوى الجمهورية برضه بنبدأ نشتغل عليها. النهارده بنعمل معارض، امبارح كنا بنفتتح في مركز شبين، معرض كبير جدا عباره عن سلع غذائيه، عباره عن ملابس، ملابس شتويه، كمان مستلزمات الاسره المصريه. الحمد لله بدانا نفتح الاسعار، شايف المواطنين كلها مبسوطين. المواطنين بتتكلم ان الاسعار يعني متخفضه بشكل كبير، اكثر من 30 ل 40% تخفيض في الاسعار عن الاسعار الخارجيه. الحمد لله بنحاول نواجه بعض الجشع في الاسعار على اساس نعمل انضباط في السوق، يبقى دي عمليه تحكم في السوق الاقتصادي، ودي يعتبر منافسة مشروعة. عندنا كانت عندنا جميع العارضين بتعرض بأسعار منخفضة طبق الاتفاقات والبروتوكول الموضوع معاهم بين حزب مستقبل الوطن وبيهم وبين مجموعة العارضين، ودي ملاقية نجاح كبير جدا في الشارع ومردود عالي في الشارع. يمكن احنا في ظل الغياب السياسي الفترة السابقة بنعمل احنا سد لهذه الفجوة للحزب مستقبل الوطن من الناحية السياسية ومن الناحية المشاركة الاجتماعية برضه للمواطنين. ويمكن برضه موضوع القرنية بتاعت العين هي عينك تهمنا، دي طبعا مبادره بدانا فيها محافظه القليوبيه، ان شاء الله بنتعمل على مستوى الجمهوريه جميع عمليات القرنيه، ان شاء الله نوفر القرنيه ونوفر العمليات مجانا للمواطنين. دي يمكن احنا لاحظناها في بعض الاماكن ان في لها قوائم انتظار وفي ناس تكلفه العمليه غاليه يعني، فبدانا احنا نشتغل عليها الحمد لله، ومشاركه من الحزب يعني بقوه ان احنا ننهي قوائم الانتظار في هذه العمليه، ولاقي قبول جامد جدا بالنسبه للمواطنين، وبدات المواطنين تتوافد علينا يعني.
احنا نتمنى ان انتوا الحقيقه يعني تشدوا باقي الاحزاب معاكم في العمل المجتمعي والعمل الخدمي للمواطنين، ويكون العمل ده يتم بالتنسيق، يعني يكون في تنسيق بين الاحزاب، ويكون حضراتكم بداتوا بالقليوبيه يبقى في نفس التوقيت حزب تاني يكون موجود في محافظات الصعيد وحزب تالت يكون موجود في محافظات القنال، علشان يكون كمان في تكامل في العمل المجتمعي. احنا الحقيقه بنشكركم جزيلا سياده النائب عاطف ناصر رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل الوطن، شكرا جزيلا لوجودك معانا. طيب الحقيقه انه حضراتكم اكيد عارفين انه حاليا مصر بتتعرض لواحده من اكبر حملات اثاره البلبله والشائعات بتستهدف كل القطاعات والاخبار الكاذبه الموجوده بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيقوم بمجهود ضخم جدا، هو بيقوم بالتواصل مع الجهات اللي الشائعات بتدور حولها وبيتاكد من صحه المعلومه، ثم بعد ذلك بيقوم بنقل هذه الأخبار الصحيحة والمدققة إلى الجهات المختلفة ليتم، وطبعا الصحف ووسائل الإعلام علشان تقوم بدورها بنشرها للمواطنين وتعرفهم بالحقيقة. عايز استعرض مع حضراتكم أبرز الشائعات اللي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وتم نفيها والرد عليها من قبله، وأيضا تم نشرها بالنسبة لوسائل الإعلام. تم نفي وقف معاش تكافل وكرامة، ومجلس الوزراء بيؤكد استمرار صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، أيضا تم نفي فرض ضرائب على المصريين في الخارج والتأكيد على إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلبية طلباتهم، مش لفرض الضرائب ولا يعني الموضوع له علاقة بأي جوانب مادية. نفي زيادة أسعار الدواجن المجمدة والتأكيد على أسعار الدواجن المجمدة أن تكون ثابتة. نفي إغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كمان تم نفي توحيد المناهج الدراسية بالجامعات والتأكيد على أنه لكل جامعة مناهجها الخاصة. نفي الاستعانة بموظفين حكوميين لتمثيل دور مرضى في بورسعيد. نفي نقص الأدوية في محافظة شمال سيناء والتأكيد على عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في مختلف المستشفيات. نفي تعرض القاهرة الكبرى لسيول شديدة خلال الأيام المقبلة. حقيقة يعني هذا الأمر بيبقى معلن تمام من خلال نشرة الأرصاد الجوية، يعني ولا يوجد شيء ممكن أن هو يتم إخفاؤه يعني لأي سبب من الأسباب. كمان تم نفي نفوق المواشي بسبب فساد الأمصال الحكومية والتأكيد على سلامة الأمصال وعدم ظهور مواشي نافقة. نفي زيادة أسعار الخبز المدعم، والحقيقة أن الشائعة دي يعني باستمرار بتطلع، يعني كل شوية بيتم إطلاق شائعة أنه يتم زيادة أسعار الخبز، يتم زيادة الخبز، مش عارفين ليه، لكن يعني النوع ده من الشائعات يمكن لأنه الخبز سلعة استراتيجية واستقرار المجتمعات يمكن مرتبط بتوفير رغيف الخبز بالشكل حتى رمزي، وبالتالي هنا بتيجي رغبة مطلقي هذه الشائعات ان هم يركزوا على الجوانب اللي يعلموا تماما ان هي هتثير البلبلة اكتر من اي شيء اخر. نتمنى انه الجميع يكون على علم بحقيقة الامور ولا ينصت لهذه الشائعات ويتأكد المعلومة من مصدرها. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نتحدث عن ملف الادمان مع اكبر مسح لمتعاطي المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية في 30 اسرة على مستوى كل محافظات الجمهورية. بعد الفاصل بالتأكيد لو كانت المعلومة عبارة عن أرقام وإحصائيات بنكون محتاجين نفهم المعطيات اللي وصلتنا للأرقام دي. لما قررنا نعمل فقرة عن الإدمان في مصر فوجئنا بأرقام صادمة. تخيلوا حضراتكم أنه نسبة تعاطي المخدرات في مصر وصلت إلى 10.4% للفئة العمرية من 12 لحد 60 سنة. النسبة دي على فكرة هي أعلى من المعدلات العالمية اللي المفروض أنها لا تتعدى 5%. 27% من نسبة تعاطي المخدرات هي من الإناث. نسبة تعاطي المخدرات بين السائقين بتوصل لحوالي 25% وبين الحرفيين 19%. كل دي أرقام صادرة عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وكمان أكتر المخدرات اللي بتنتشر بين المدمنين هي الترامادول بنسبة 76.5%.
5.5% من اجمالي عدد المتعاطين. بعد منه طبعا بيجي الحشيش بنسبة 54.4%، بعديهم بيجي الهيروين بنسبة 35%. الأرقام دي أرقام صادمة، ودفعت الدولة إن هي تضع استراتيجية لمكافحة الإدمان من خلال صندوق مكافحة الإدمان، كان آخرها اللي تم الإعلان عنه وهو توقيع بروتوكول بين الصندوق وزارة الصحة لإجراء مسح شامل عن المخدرات لأكثر من 30,000 أسرة الشهر اللي جاي. خلينا نتعرف أكثر عن المبادرة وعن الجهود بشكل عام اللي بتتم وكيفية احتواء مشكلة مدمني وتعاطي المخدرات، خصوصا مع النسب الكبيرة والأرقام الصادمة اللي استعرضناها مع حضراتكم. ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. مساء النور يا فندم. احنا اتصدمنا، وحبينا نقول للمشاهدين كمان علشان يشعروا بحجم المشكلة. أكيد أنتم مصدومين من بدري، يعني أنتم بتعملوا الإحصائيات وأكيد عندكم علم بالأرقام دي. أنا الرقم اللي صدمني أكتر إن احنا أزيد من المعدلات العالمية في نسب التعاطي. في نسب التعاطي. قبل ما أبدأ، ضعف المعدل العالمي في نسب التعاطي. ضعف المعدل. دي حاجة العالمي. مش بسيطة يعني. بالزبط. قبل ما أبدأ في الكلام عن المسح، وطبعا هي خطوة مهمة جدا، عايزة أتوقف عند الجزئية دي. ليه إحنا ضعف العالم في نسب التعاطي؟ ده مرتبط بإيه؟ ومتوقف على إيه؟ والخلل فين؟ المشكلة فين؟ الحقيقة إحنا لما أصدرنا النسب ديت واشتغلنا عليها، ده كان نتاج بحث قومي كبير جدا على 10 محافظات في 2014. أطلقنا المسح ده على أساس إن إحنا نعد استراتيجية قومية فيما بعد علشان نقول إحنا هنشتغل إزاي على مستوى الوزارات وعلى مستوى القطاعات المختلفة. في 2014 زي ما حضرتك تفضلت كده بالارقام، فعلا ارقام صحيحه، وكان تبين لنا ان 10.4 ده حجم التعاطي في مصر، وكمان ان ده ضعف المعدل العالمي. فدي كانت من الصدمات اللي احنا بنشوفناها. 27% ان النسب بتاعت الاناث تطلع على 27% كانت من الارقام الصادمه. 10.4 اكد لنا على ان في اسباب مختلفه احنا مش واخدين بالنا. فلما تطرقنا للبحث بتاعنا ده عشان نرصد الاسباب والمعطيات اللي ادت ودفعت الشباب ودفعت الاعمار السنيه المختلفه للوقوع في براثن المخدرات، كان على راسها حاجه اسمها المعتقدات المغلوطه. في بعض المعتقدات والشائعات المغلوطه بيروج لها تجار المخدرات علشان يسهلوا من تجاره المخدرات. اتضح لينا بقى في النهايه وفي نهايه البحث ده ان تاجر المخدرات قبل ما بينزل بالبضاعه الجديده بتاعته او ينزل بالماده المخدره الجديده اللي هينزل بيها، بينزل باشاعه. الاشاعه ديت واجب عليها ان هي تنتشر في وسط في الاوساط الشبابيه الكبيره جدا، تنتشر ما بين الشباب في الجامعات. ايه الاشاعه دي طيب؟ حددنا بقى مجموعه الشائعات ديت، كان اولها ان الحبايه دي هتزيد من التركيز. الحبايه دي هتخليك تطبق بدل الورديه اتنين بين فئات السائقين. فبستهدف طبعا كل فئه، كل واحد حسب بالظبط. لو الطالب هقول له هتخليك تذاكر احسن، تقعد الانديورنس او قدرتك على الصمود مده طويله المذاكره مثلا تزيد. ده صحيح. لو عامل مهني او سائق على الطريق السريع، انت هتاخد الحبايه دي هتخليك تطبق بدل الورديه اتنين، هتخليك سهران طول الطريق ما تحسش باي تعب او باي مجهود. اللي خلى نسبه الاناث كمان تزيد ل 27% ان بدا ترويج للماده المخدره على انها علاج. تاخدي يا ام الحبايه ديت هتخليكي كويسه جدا وهتسكن الالم اللي موجود في جسمك كله بالكامل. ده حبايه، طالما هي حبايه يبقى موجوده من مصنع يبقى مصرح بيها. فده كانت المداخل ان بدا تجار المخدرات يشتغلوا على الصحه، على الجهل وعدم الوعي بثقافة الوعي بالمخدرات، وبالتالي كان الانتشار الكبير. جه بعد كده في المرتبة الثانية الثقافات، ضعف الوازع الديني، بعد كده التفكك الأسري، حاجات بقى المعتاد اللي احنا بنسمع عنها. إنما أن يظهر بقى أفكار وثقافات مغلوطة، دي كانت الجديدة عندنا. ده اللي دفعنا بقى بعد 2014 على طول بحضور معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي وستاف الصندوق كله بالكامل، إن احنا نعد استراتيجية قومية كبيرة جدا أطلقناها في 2015 تحت رعاية وبرئاسة معالي رئيس الوزراء وقت آنذاك. والخطة استهدفت أو كان جواها 11 وزارة. ده كان الجميل قوي إن احنا قدرنا إن احنا نعمل تنسيق وتشبيك بين 11 وزارة بالكامل علشان نواجه المشكلة دي. من 2015 لحد 2018 ما زالت الخطة القومية بتاعتنا شغالة، الخطة الإعلامية بتاعتنا شغالة علشان نحد من تفاقم هذه المشكلة. الخطوة الجديدة بقى هو المسح الشامل اللي احنا كنا يعني اعلنا عنه او اعلن عنه في الاعلام من ايام، وده بالتنسيق بين حضراتكم وبين وزارة الصحة، طبعا صندوق تعاطي الادمان ووزارة الصحة، لمسألة عمل مسح شامل هيكون على كل محافظات الجمهورية. 30,000 أسرة. هنا عايزين نشرح ايه طبيعة المسح ده، هيبقى ايه المستهدف منه وهيتم ازاي، هيبقى مطلوب منه يحقق ايه؟
الحقيقه ان المفترض احنا عملنا المسح الاولاني ده في 2014، المسوح العلميه بتتعمل كل 4 سنين أو 5 سنين، فالمفترض ان احنا نعيد تاني التجربه بتاعتنا بعد ما عملنا الخطه القوميه الكبيره بتاعتنا ديت، ونرصد بقى هل فعلا ما زالت المخدرات بتحتل 10.4% ولا نزلت او زادت، هل بالفعل ما زالت من ضمن اهداف البحث، هل بالفعل ما زالت الاسباب التي تؤدي للمخدرات هي الثقافات المغلوطه والافكار المغلوطه والافكار الخاطئه او ضعف الوازع الديني، هل ما زالت طب ترتيبهم ايه بالظبط؟ هل ما زال انواع المخدرات وترتيبها زي ما حضرتك تفضلت في اول الحلقه ان احنا عندنا ترامادول وبعدين الحشيش وبعدين على الرغم ان احنا مثلا على الخط الساخن عندنا الشهر اللي فات النسب اتغيرت، النهارده بقى رقم واحد الترامادول بعده على طول استروكس. طيب في حجم التداول وحجم ال لان في انواع مخدرات جديده بتدخل مظبوط الجمهور بيتداول. وده الخط الساخن ايه طيب يا دكتور؟ 16023 16023 ده الخط الساخن للعلاج، واحنا بنقدم من خلاله العلاج بالمجان وفي سريه تامه. طيب هو كمان الزملاء بيقولوا ان هو الخط موجود على الشاشه. احنا اولا 30000 اسره ليه تحديدا 30000 اسره واختيارهم بيتم على اساس ايه؟ وازاي هنعرف حاجه زي كده؟ يعني هل انا هروح لواحد اقول له حضرتك مدمن؟ هو اكيد هيقول لي لا انا مش مدمن، هو يخاف ان هو يعترف. لا هي الدراسه دي طبعا بتبقى بالتنسيق، احنا اولا اللي مشارك في معانا في البحث جهتين، صندوق مكافحه وعلاج الادمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، ودول ناس متخصصين قوي في البحوث الاجتماعيه والجنائيه، وايضا الامانه العامه للصحه النفسيه. التلات جهات دول اجتمعنا مع بعض في خلال الفترات اللي فاتت ديت علشان اولا نحدد حجم العينه، وده احنا واحنا كمان بناخد العينه ديت من الجهاز المركزي، يعني هي تكون من خلال عينه والاحصاء عينه عشوائيه بناخدها من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، بس بنحدد فيها مثلا محافظه زي سوهاج. محافظه سوهاج دي ناخد منها قد ايه من ال 30000؟ طب محافظه القاهره عدد طبعا نسبه وتناسب بالنسبه لعدد كل محافظه حسب عدد السكان في كل محافظه من المحافظات. طب احنا كمان دخلنا جوه المحافظه، طب ناخد من المركز مثلا المركز الف في المحافظه ده القاتلين بتوعه يعني عدد الاعمار بتاعتهم والشرائح بتاعتهم، كمان العينه ديت او المسح ده بيحدد لي بالظبط انا هنزل على العينه ايه وهنزل الشارع ان هو بالظبط واخد العينه بتاعتي. طيب وصلت للاسره، انا خلاص حددت اسره وعارف عنوانها ومعايا رقم تليفونهم وعندي الشخص الباحث او الاخصائي اللي هينزل يقوم بعمليه البحث، هيعمل ايه؟ الشخص الباحث او اللي بيقوم بعمليه البحث احنا بنسال اسئله مفتوحه او اسئله بوجه عام، ايه راي حضرتك في المخدرات؟ ايه راي حضرتك في المشكله دي؟ هل هي بالفعل بتسبب مشكله؟ طب هل انت شايف ان هي موجوده او عند حضرتك موجوده في النطاق بتاعك؟ طب ايه اهم المظاهر انت شفتها؟ طب طب ازاي بتاثر عليك؟ طب هل هي ممكن تاثر عليك في الاسره بتاعتك؟ اسئله غير مباشره يعني، لانه هو طبيعي لو سالته اقول له حضرتك متعاطي هو هيقول لا، يعني مش هنقول له مثلا انت عندك مدمن، طب ما هو بالفعل لازم يقول لا. فلا احنا الاجابات بتاعتنا احنا بناخد مسح شامل علشان نعرف الاسباب والدلائل والقرائن والانواع الكثيره اللي موجوده، المستجدات والتكنولوجيا الحديثه هل فعلا اثرت؟ بساله بقول له الاعلام فعلا اثر؟ هل التلفزيون له دور في الموضوع ده؟ يديني بقى اراء واستجابات اقدر انا من بعدها انشئ استراتيجيه جديده، احط خطه قوميه جديده بالظبط كده، احط خطه في ضوء النتائج اللي هتطلع لي من المسح الكبير ده. طيب الحقيقه في يعني تفاصيل كثيره محتاجين نتوقف عندها في مساله محاربة الإدمان، وخصوصا لما حضرتك قلت لي أن أنتوا لديكوا خطة طموح وبرنامج قوي جدا، والمرة دي هيكون مستهدف أن هو بالفعل يؤتي نتائج أفضل في علاج عدد كبير من المدمنين. هنستعرض كل التفاصيل دي بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، خليكم معنا. برحب مرة تانية بضيفي الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، وحديث حول الأنشطة الجديدة اللي بيعملها الصندوق وأيضا المسح الشامل اللي هيتم لي، يعني نقدر نقول أبديت أو تجديد للمعلومات اللي لديكم عن أرقام وإحصائيات انتشار المخدرات بين الشباب والنسب إلى آخره. طيب من إحنا قلنا الإحصائية من 12 ل 60 سنة، ما فيش تحت 12 سنة بيتعاطى؟ في سن التعاطي نزل النهارده ب 9 سنين. وده كانت برضك مشكله بالنسبه لنا، وكان من مهام البروتوكول الثاني اللي اطلقته الدكتوره غاده والي بالتعاون مع وزاره الصحه، وكان كمان حاضر معانا، كان من ضمن الحاجات الجميله اللي احنا شفناها في تنسيق بيننا وبين الوزارات ان يكون موجود معانا وزاره الصحه ووزاره التضامن، الاثنين وزراء كانوا موجودين بيشهدوا توقيع مراسم البروتوكولين الاثنين. البروتوكول الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الخاص بالمسح، ده مسح اجتماعي، انا بعرف منه معلومات عشان اجدد البيانات اللي موجوده عندي عن المخدرات. المسح الثاني هيكون له جانب علاجي بقى.
مظبوط يا فندم. احنا بنأكد تماما على خدمات الخط الساخن بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية. كمان خلال الفترة اللي جاية هنفتتح أربع مستشفيات، الأربع مستشفيات دول هيستقبلهم المراهقين تحت سن ال 16 سنة، وده طبعا من ضمن الإنجازات اللي بيضاف لصندوق مكافحة الإدمان. أيضا احنا النهاردة بقى عندنا 22 مركز علاجي، 22 مركز علاجي موزعين على مستوى الجمهورية بالكامل، وإن شاء الله في نهاية هذا العام ستفتتح الدكتورة غادة والي بالتعاون مع الدكتور عمرو عثمان مستشفيتين اتنين، واحدة في مرسى مطروح والتانية في محافظة المنيا. دول من ضمن المستشفيات اللي هيضافوا كمان لقائمة المستشفيات اللي بيتعامل بها الصندوق واللي بنقدم من خلالهم الخدمة بالمجان وفي سريتها. انتوا لديكم خطة متكاملة طبعا احنا بنتكلم عن رقم ضخم جدا، رقم او نسب التعاطي 10.4% من الفئة العمرية من 12 ل 60 سنة. الخطة بشكل عام ترتكز على ايه، وايه العوامل التقييم اللي انتوا وضعتوها علشان تتأكدوا ان انتوا ماشيين في المسار الصحيح؟ الحقيقة ان احنا اشتغلنا في الفترات اللي فاتت في اتجاهين مهمين قوي. العملية الوقائية كانت لازم تاخد دور كبير جدا في الموضوع ده، واعتمدنا في تنفيذ الأدلة أو العملية الوقائية ديت على مجموعة من الأدلة العلمية. احنا ما بننزلش مدارس بنتكلم عن خطورة المخدرات مباشرة، ولكن بنتكلم عنها بأسلوب غير مباشر. بعلم الولد ده ازاي يكون عنده الثقة بالنفس، ازاي يكون عنده يواجه المشكلات، بعلمه ازاي ان هو يواجه الضغوط، ازاي يختار الصديق بتاعه، ازاي ان هو يكون عنده شخصية إيجابية، ومن هنا يقدر أنه يتغلب على أي مشكلة من ضمنها مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات. ده من ضمن البرامج، وده البرنامج ده حقق نجاح كبير جدا لأن عملنا عليه تقييم أثر على أعلى مستوى، وبالتالي حصل رد فعل كويس جدا إن الولاد بقى في استجابات قوية جدا معانا، بدأوا أنهم يتواصلوا معانا. طبقتوا على كم واحد البرنامج ده تحديدا؟ البرنامج من 2014 لحد النهاردة وصل عدد المستهدفين من هذا البرنامج إلى أكثر من 500,000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، سواء كان في الجامعات او في المدارس الحكوميه والخاصه. والحقيقه ان احنا من هذا النتاج قدرنا ان احنا نستثمر قدرات الشباب في انشاء حاجه كبيره جدا عندنا اسمها وحده التطوع. بقى اصبح عندنا في كل محافظه من المحافظات وحده لوحدات التطوع، وظيفتها والقائمين عليها ساده من علماء الصندوق او من خبراء الصندوق. قدرنا من خلال وحدات التطوع دي ان احنا ننشر الوعي بثقافه المخدرات. النهارده بقى عندنا اكتر من 27,000 متطوع على مستوى الجمهورية. النهارده لما اجي نقول مثلا برنامج عاوز اطلقه من محافظه القاهره، تاني يوم على طول بوصل محافظه اسوان بسبب المتطوعين وجهدهم اللي تم تدريبهم وتاهيلهم واختيارهم على اعلى مستوى بالتعاون طبعا مع الوزارات المعنيه وخاصه وزاره الشباب والرياضه. عايز اقول انه تعرف يا دكتور، مساله فكره التطوع او فقه التطوع عندنا في مصر موجود لكن لا يتم تنظيمه او غير منظم. يعني في ناس عايزه تتطوع وفي جهات محتاجه للتطوع، لكن الالتقاء او التلاقي ده غائب او غير موجود. في ناس كتير، احنا عندنا نسبه بطاله عاليه جدا، وعندنا ناس عندهم او عايزين يخدموا مجتمعهم، عندهم اهداف نبيله، عاوزين يساعدوا غيرهم، وعندنا مؤسسات محتاجه عنصر بشري ومحتاجة مجهود، ولا يوجد لديها التمويل الكافي ان هي تدفع او توظف عدد كبير من العاملين. نتمنى انه يبقى في الفتره اللي جايه رواج اكتر لمساله تشجيع التطوع في امور مختلفه. يعني اي حد بيتفرج عليا دلوقتي لو شايف نفسه ان هو يقدر يساعد غيره وعنده المقدره او الطاقه وعنده الوقت اللي يسمح له ان هو يتعاون، ليه لا ان هو يقدم مساعده لغيره. لو حد عايز يتطوع مع حضراتكم بيوصل لمين او يكلم مين؟ احنا على طول يتواصل معانا على الصفحه الرسميه للصندوق مكافحه وعلاج الادمان في ابلكيشن موجود على فيسبوك. على الفيسبوك يملى على طول الصفحه البيانات بتاعته وبتوصل لنا، وبيحدد داخل الابلكيشن ده هو الوقت المسموح له ايه بالظبط. احنا بنتواصل معاه، بنحاول طبعا بيجي لنا في دورات تدريبيه معينه او في معسكرات احنا بنقدمها له، بيتدرب بياخد معلومات كافيه جدا عن المشكله ديت، بعد كده بننزل ان احنا هدي مثال صغير قوي. احنا الشهر اللي فات شهر اغسطس عاوز اقول لحضرتك ان احنا عملنا مبادره استهدفت في الاسبوع الاولاني بس 50,000 عامل. المبادره دي كانت من نتاج الشباب المتطوعين. قعدنا في فرشه عمل صغيره كده لمده يومين. احنا يا اولاد عاوزين ننزل الشهر اللي جاي بمبادره خاصه بالسائقين وسواقين التكاتك وفي الميادين العامه. نعملها ازاي ونسميها ايه ونصممها ازاي؟ الثلاث حاجات دول الولاد عكفوا خلال يومين اتنين، طلعوا اسم المبادره، طلعوا التصميم بتاعها، حددوا ملامح احنا هنشتغل ازاي خلال الفتره اللي جايه. حلو. اسم المبادره كانت توصل بالسلامه، وكانت معنيه بالسائقين والعمال،
طب ننزل فين؟ قالك احنا هننزل ونروح المواقف بتاعه السواقين، هننزل ونشتغل في قلب الشارع، هنقابل العمال والناس البسطاء اللي بيشتغلوا في كل مكان، ونحاول ان احنا نوعيهم بقضيه المخدرات، ونقدم لهم البروشور الصغير ده على اساس ان ده هديه مننا ليه. بمناسبه ليه. الكلام عن، انا طبعا معتذر من قطعه حضرتك لكن دي نقطه مهمه جدا، بمناسبه الكلام عن السائقين، احنا نعلم انه السائقين نسبه كبيره جدا منهم بيتعاطوا المخدرات، انتوا كان لديكم جهد السنه اللي فاتت وعملتوا بالفعل مسح، وكان في لجان بتقف وبيتم استيقاف السائقين مش مبكر عن المخدر بين السائقين. في نسبة معينة وجدتوها ولا الأرقام دي غير معلنة؟ لا يا فندم، احنا أول ما بدأنا الكلام ده بدأنا من 3 سنين. أول ما بدأنا على طول كانت نسب التعاطي أو نسب العينات الإيجابية اللي موجودة حوالي 24% من حجم العينة. احنا السنة دي السنة اللي فاتت عملنا تحليل لأكثر من 50,000 عامل وسائق. النسبة بصراحة يعني نزلت ل 12%، وده كانت نتاج شغل قوي جدا بيننا وبين وزارة الداخلية. يعني عملتوا ايه بعد يعني بعد المسح، ايه اللي بيحصل للسائق اللي بيكتشف ان هو بيتعاطى المخدرات؟ طبعا القانون كان واضح في الامر ده على طول، ان بالنسبة للسائقين بيحول على طول الورق بتاعه او الرخصة بتاعته بتقف لمدة سنة، بعد كده بيحول للنيابة حسب المادة المخدرة اللي كان موجود عليها، وبتمشي اجراءات القضية على طول. في طريق اخر، احنا بنفتح باب العلاج، يعني احنا مش هنستنى او انت كسائق مش هتستنى لما نعمل لك لجنه ونقف ونحلل لك ويكتشف ذلك. انت لو انت حابب تتعالج تتقدم على طول للصندوق في 16023 ويقدم لك الخدمه العلاجيه بالمجان وفي سريتك. وده خلى النسبه تنخفض زي ما حضرتك قلت 12%. القانون كان مساعدنا في كده، لان احنا طبقنا القانون بالفعل. رقم 2، احنا بقى عندنا اليه اخرى للعلاج، احنا فاتحين لك باب اخر، تعالى بقى اتفضل اتعالج، وبالتالي مش هيتوقع عليك العقوبه. حلو قوي. اخيرا، حمله اختار حياتك دي كانت واحده من الحملات اللي استعنتوا فيها باتنين شخصيات عامه، محمد رمضان الفنان واللاعب الدولي نجم الملايين محمد صلاح. الحمله دي انتوا قستوا نتائجها المردود منها، لقيتوا ان هي بالفعل حسنت من الاداء او ساعدت في تقليل نسب التعاطي. الجميل في الحملتين دول لما نزلوا ان هم اولا من اختيار الشباب، يعني احنا لما جينا اشتغلنا واخترنا محمد رمضان وبعد محمد صلاح، احنا النهارده عندنا صفحه رسميه، صفحه رسميه تعتبر من اقوى الصفحات الرسميه الحكوميه. عندنا ما يقرب على الصفحه بتاعتنا اكتر من 2 مليون فرد، 2 مليون 85% منهم شباب. فلما بنيجي ننزل بحمله جديده بنسال يا جماعه احنا نازلين النهارده بحمله او هننزل الشهر الجاي بحمله، تحبوا مين يكون النجم اللي هيستهدف الفئه؟ هم اختاروا محمد رمضان في محمد في المرحله الاولى، بعد كده محمد صلاح. قستوا نتائجها يا دكتور؟ طبعا احنا بنقيسي النتائج عن طريق طبعا السوشيال ميديا، طبعا لها تاثير قوي جدا. محمد صلاح على وجه الخصوص في الاعلان الثالث له، لانه عمل لنا 3 اعلانات، في الاعلان الثالث حقق ما يقرب من 80 مليون مشاهده على مستوى العالم كله بالكامل. الاعلان بتاعه زاد نسبه الاتصالات على الخط الساخن ل 400%، وبالتالي بقت في اقبال قوي جدا، اربع اضعاف بقى في اقبال كبير جدا لينا على العلاج، لانه بقت في ثقه، بقت في قدوه جميله بتوجههم. فعشان كده انا من برنامج حضرتك انا بحب اوجه الشكر والتقدير لمتطوعنا الاول وحبيب الملايين زي ما حضرتك تفضلتي، الكابتن محمد صلاح. انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. ونشكر جهودكم، نتمنى لكم التوفيق فيها، نتمنى نجد مصر بلا مدمنين وبلا متعاطي مخدرات تماما، لانه احنا ما عندناش وقت نضيعه، والمستقبل والدوله والجهود والمشروعات والتنميه محتاجه كل شخص يكون طاقه وعنصر فاعل في البرامج دي. بشكر حضراتكم جزيل الشكر، الى اللقاء.